اليوم فرحانة بزاف أنني من ضمن الحاضرين في هذا الحدث الخيري اللي أنا فرحانة به بزاف بزاف، وسعيدة أنني غنشوف الفرحة والابتسامة على وجه ياسين وسهام والوليد ديالهم جاد الله يحفظوا لهم. وطبعا عندي واحد شعور غزال بزاف 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 اللي في مواقع اللي عجبهم الحال أنك بادرتي بهذه المبادرة، وشنو رد ديالك اليوم؟ بالعكس كنقول لهم شكرا بزاف، انتم كنتوا في السبب انه وانتشر الفيديو ديال ياسين وسهام، وصل الجروب ديال طابي غوج اللي من زمان هما في كيقادوا تي اورغانيزي وتي من زمان زمان يعني من فتره، والحمد لله داك الشيء كله ما مشاش هباء منثورا، الحمد لله الامور مشات كما هي. ياسين وسهام مرضين الوالدين، الناس تضامنوا معهم بالتذاكر، كاين اللي تضامنوا محلات يعني محل الذهب، خلدون وخاتم ما قصروش من جهتهم، كريمه شاكيره كلهم الدراري منير، يعني كان كل شيء دار يد بيد سواء اللي عاونهم معنويا وماديا، كنقول لي الله يجازيك بخير. واش انت اللي تكلفتي بالدار ولا صغي ساهمتي بمبلغ؟ نعاود نقول لك انه كاع الناس كانوا عندهم يد في يد باش كانت هذيك الشقه ديال ياسين. المبلغ ديال التذاكر على ناس متبرعين على يعني كل شيء على بعضه اعطى واحد النتيجه اللي زوينه، اللي هي الشقه اللي كيتمناها اي واحد. وحنا بدورنا كنديروا هذه المسائل باش كل فتره تكون نفس هذه الانواع من المبادرات الخيريه وكل شيء يستافد. المبادره اللي كان دار جواد بينكو واش هي اللي خلات زعمات الفنانين يبداو يديروا بحال هذه المبادره الخيريه؟ انا ما سوقي حتى شي واحد، انا المبادره اللي قبل كنشكر عليها رمسيس، وكذلك الله يجازيها بخير كان عندها واحد الدخل في اللي حصلوا عليه ياسين، وكما سبق انها كان لها الدخل مع اكشوان اكنوان. دونك انا كنعتبر هذيك السيده اللي دارت كل شيء، يعني اللي غينطق ويقول شي حاجه هي اولى، هذه اول حاجه. ثاني حاجه فرحانين بالشقه اللي ما قلدنا حد الحمد لله، الشقه كانت لياسين ومجموعه ديال الاشياء الحمد لله، الرجل ديالو غادي يكونوا فرحنا بهاد الامور. كاع الناس اللي كانوا مساندينو كنقول لهم شكرا بزاف بزاف، وكنتمنى انه اي واحد غيدير شي حاجه يديرها على حقها وطريقها. شكرا دنيا.